تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي أعرب خلال الاتصال عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل الخير والتقدم والرخاء. هذا وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على اليمن الشقيق والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.